بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان، سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع، والثم الترب من حواليه، وانشاق من شذاه نسيم زهر الربيع، وأبلغنا السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريع. وتذكر أذية القوم فيها، وابك حزنا وعجب قبر الشفيعي. قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي، إن تلك التي على باب الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع. قد أحاطوا بالنار منزل السامي بتطهيره بشأن رفيع، أسقطوها بالباب محسن عصرا وفاطمة وسيدتا، أسقطوها بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر الضلوع.
دخلوا بيتها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع فعدت خلفه تجر من الصون ذيولا جيوبها من دموعي فدعت في مرجعون ابن عمي أو لا أشكو إلى المجيب السميعي فتلافوا من البتولة مالوا أغفلوه لزلزلوا عن سريعي غصبوها حقوقها منك ظلما وغصب الجميع بعين السميع قل قومك يا بويا يا بويا ما رعوني وخلاف عينك يا بويا مرمراني أويلي والله كسرة وضلوعي يا بويا وسقطوني ومن البج عليك يا بويا همنا عوني وبر المدينة يا بويا طلعوني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا فاطمة بني فاطمة من جفاك فقد جفاني ومن وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني. فاطمة بضعة مني وروح التي بين جنباي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. هناك اتفاق بين كل المسلمين قاطبة أن القوم قد هجموا على بيت فاطمة بالاتفاق، ولذلك لا يوجد من ينكر هذه الحقيقة في مسألة الهجوم مع غض النظر عن التفاصيل.
أنا ما أتكلم عن التفاصيل، الهجوم بما هو هجوم حدث نعم عند كل المسلمين. ولذلك ابن قتيبة هذا من علماء العامة، جيب رواية مفصلة طويلة بس أنا اخترت هذا الشاهد، فيقول: فقالت فاطمة: يا أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ والقوم كانوا وين؟ موجودين برا. يقول: فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين. هاي انصرفوا باكين أيضا حقيقة نعم عند علماء الشيعة أن البعض قد رجع، موجود هذا، أن الذين جاءوا خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، أبو بكر، فلان وفلان، يعدونهم تقريبا 30 شخص أحاطوا البيت وعند الباب تجمعوا. فإحنا تشير أيضا بعض الروايات أن البعض رجع، أكو بعضهم كم من شخص رجعوا، بس الأغلب شنو بقوا ما همهم فاطمة لو منه بعد. فيقول: فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين، وكادت قلوبهم تتصدع وأكبادهم تتفطر، وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليا. بس ما ذكر التفاصيل في هالرواية، ايش سووا؟ أخرجوا علي كيف؟ هذا في روايات أخرى حتى موجودة. فهذه الحقيقة لا غبار فيها. نعم هناك بعض الأمور ينبغي أن نلتفت إليها أيها الأحبة أيها الشباب، هذه الحقيقة لا غبار فيها. بالنسبة لنا نحن أتباع أهل البيت ومن خلال منطلق الروايات، نعم هناك قضايا كثيرة يحتاج أن يلتفت إليها. من ضمن الأمور والقضايا أن بيت علي بن أبي طالب عليه السلام كان القوم موجودين، أصحاب علي لو مو موجودين، يعني سلمان وين كان؟ كان موجود ويا علي بن أبي طالب لو لا؟ الزبير بن العوام وين كان؟ طلحة بن عبيد الله، أبو ذر، عمار، العباس بن عبد المطلب. هذه الشخصيات احنا دائما أنا أسمع بعض الشباب يقولون أن ذولا كانوا ويا منه، ها ويا أمير المؤمنين. إذا كانوا ويا أمير المؤمنين وفي بيت علي بن أبي طالب، ليش ما يدافعون؟ هني أكو شيء مخفي أيها الأحبة. أنا أحب أرفع بعض الأمور. شوفوا هؤلاء من وفاة الرسول ما تركوا، أنا أقول لك بيت علي بن أبي طالب بس مو 24 ساعة موجودين يا أخوان. ما في منافات لما نقول أن هؤلاء كانوا يجون بيت علي لكن وقت الهجوم لم يكن شنو أحد منهم موجود، ما كان أحد. بعض الروايات تقول الزبير كان موجود، والزبير نعم لما خرج وذولا كانوا جماعة كثيرة كتفوه وأخذوا من عند سيفة. أجيب لك شاهدنا الشاهد، هذه الرواية نعم لسان أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه يذكرها من ضمن الذين يذكرونها ابن أبي الحديد. شنو يقول؟
عن لسان علي يقول: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي. سلمان وين؟ ما موجود. عمار وين؟ ما موجود. أبو ذر وين؟ ما موجود. وقت الهجوم لم يكن أحد موجود إلا علي وفاطمة وحسن وحسين وزينب وأم كلثوم، كلش ما موجود أحد منهم. قلت لك أكو رواية تقول زبير طلع، وإلا حتى الزبير ما موجود، علي فقط. وأنا أعتقد أن القوم الذين هجموا على بيت فاطمة كان عندهم أيضا مخابرات، مو لعبة شديد، أنهم روح يشوفوا وقت إذا ما في أحد. وإلا هل تعتقد أن عمار موجود وسلمان موجود وأبو ذر موجود؟ ها؟ نعم بريدة موجود افترض مثلا، والعباس بن عبد المطلب وطلحة والزبير، شنو إذا كان علي موصى؟ هذا ينخب ما عليهم وصية. ولذلك نعم العيون تشتغل، شوفوا إذا ما حد وقت اللي علي بن أبي طالب والزهراء بس فقط بروحهم خبرونا. ولذلك ذهبوا حيث لا يكون أحد شنو موجود إلا من؟ علي. ولذلك أمير المؤمنين يقول: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي. يقول: نعم فضمنت بهم عن الموت وأغضيت على القذى وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم. بلي لم يكن مع علي بن أبي طالب في البيت أحد. ولذلك نعم القوم وقت هجموا لا وجود إلا لمن؟ لعلي بن أبي طالب. زين هني أيضا جماعة يقولون: خوب إذا علي موجود ليش ما قام؟ ليش ما تحرك وخلوهم نعم ماذا يدخلون؟ طبعا احنا ما عندنا إشكال أن الزهراء هي من شنو؟ من تصدت للقوم ومن خاطبتهم، هذه كل الروايات تصرح، حتى الروايات العامية تقول أن الزهراء هي ماذا؟ هي تكلمت مع القوم. علي بن أبي طالب مأمور موصى، أن حتى في هذا المجال علي يكون ينشغل شنو؟ بكتاب الله، ينشغل بالجامع. خب الزهراء طبعا جاوبتهم، بس من الأخطاء الشائعة أن البعض يعتقد أن علي بن أبي طالب لم يتحرك حتى دخلوا عليه. هذا خطأ، خطأ. لا أساسا نعم لما صار الهجوم والحدث ودخول القوم أمير المؤمنين مباشرة قام في وسط الدار ومسك الرجل، أرجع إلى الرواية، من تلابيبه ورماه بالأرض، وصرخ الرجل صرخة وقال من ضمن الكلام خاطب أصحاب خالد بن الوليد وفلان: نعم دونكم شنو السيف ذو الفقار، أهم شي السيف لا يوصل لعلي بن أبي طالب، واستولوا على الفقار فعلا. بس علي بن أبي طالب هنا لا يريد ماذا؟ الفتك بهم. أكو قضية غير، أكو قضية أكبر، أكو قضية أن علي بن أبي طالب لابد أن لا يواجه هؤلاء، سيما أنه نعم يا ابن صهاك لولا وصية من رسول الله لما تجرأت للدخول على داري. لكن لاحظوا لما استشهدت الزهراء سلام الله عليها، طبعا عمر بن الخطاب وأبو بكر وفلان وكذا وجمعوا جماعة وخذوا بعض النساء وقالوا نعم نروح البقيع، لأن أمير المؤمنين سوى 40 قبر من باب الإيهام. وإذا بعلي بن أبي طالب سمع أن القوم ذهبوا وين؟ إلى البقيع حتى يحفروا تلك القبور،
40 قبر أمير المؤمنين حفر، صبح والصباح وإذا 40 قبر محفور. استغاظوا، شلون هي الوحيدة بنت رسول الله ما نصلي عليها وتدفن ما ندري وين قبرها؟ فعمر نعم أخذ مجموعة ويا أبو بكر راحوا إلى البقيع حتى يحفرون شنو تلك القبور، وإذا بعلي قدم إليهم حاملا سيف ذي الفقار ولابسا قباءه الأصفر الذي لا يلبسه إلا نعم في الشدائد من الحروب، مو أي حرب، لا في الحرب الشديدة. ولما شافوا علي جاي نعم بهذه الطريقة وقد أنذرهم أمير المؤمنين أنه إذا واحد من عندكم حفر نعمها قبر من القبور نعم سوف تسيل دماءكم في هذا المكان. هني بعد ما في وصية، الوصية في وين؟ ها في الدار هناك، هني أنتم المعتدين الآن، وهناك نعم اعتداء، ليس بما أقول اعتداء بس هناك المورد يختلف وهني غير. إذا هناك موجود وصية لهني ما موجود بعد وصية، ولذلك نعم تراجع القوم تراجع. فعلي بن أبي طالب مو أنه ما تحرك كما يتصورها البعض، والله قاعد بالغرفة نعم الزهراء صرخت، لكن خل نلتفت أن الزهراء عندما صرخت ما قالت يا علي، لا ما قالت، ما الروايات ما تشير، وإنما قالت يا أبتاه يا رسول الله، لأن تدري بعد أن علي بن أبي طالب أيضا شنو موصى، وإن كان أكو تحليل لبعض العلماء الآن ليس موردا صحته، بس هو من باب تحليل قال لأن الزهراء لو قالت يا علي الله يعلم ماذا يفعل علي بن أبي طالب بأولئك، وإنما قالت شنو يا أبتاه يا رسول الله. هذا حد المراجع يعني مو رجل عادي يقول الزهراء مع غض النظر عن الوصية ما قالت يا علي، لأن نعم الزهراء بعد إذا قالت يا علي نعم أمير المؤمنين لا نعلم ماذا يفعل في ذلك الوقت، لكن قالت يا أبتاه يا رسول الله عموما. فهذه الأمور مما لا إشكال فيها. نعم الشيخ كاشف الغطاء، يمكن البعض من عندكم يقرأ هنا وهناك، الشيخ كاشف الغطاء نعم رحمة الله عليه ذكر قال كل هذه الأمور نعم عدنا اطمئنان بأنها قد حدثت، كلها جميع هذه الأمور من هجوم القوم وحرق الدار وكسر ضلع الزهراء وتسقيط جنينها وكل شيء هذا حدث، لكن يقول أكو شيء واحد مع وجود رواية يقول صعب علي أنا ولو من جانب شرعي. شنو يا شيخ ما هو الأمر؟ قال مسألة نعم أن تلطم وتضرب الزهراء نعم على وجهها حتى أن بعض الروايات قرطها نعم انشال من إذنها، يقول أنا واجد عود علي. ليش يا شيخ؟ نعم فاتت عليه الآن قضية الآن بس احنا نذكرها. فقال الشيخ لأن أن ترفع اليد وتضرب الزهراء معناته يد الضارب قد لامست شنو ها وجه الزهراء، وجه الزهراء قال صعب، لكن نقول له لا يا شيخ وإنما كان من وراء الخمار الرجل، ترى الرجل ضرب الزهراء أكثر من مرة، الثابت على أقل تقدير مرتين من ضمن المرات. هذه وقتها نعم، هذه الأيام هذه الليلة نعم، وغدا غدا هجوم القوم على بيت فاطمة الزهراء، لأنه بعد يومين أو ثلاثة أيام من رحيل الرسول.
إحدى المؤمنات زوجات النبي راحت تحاجج أبي بكر على فدك، اقتنع الرجال قال خلت جيني أنا فاطمة وأكتب شنو أكتب إليها صك بفدك، وراحت الزهراء هي صعبة علي لكن تأمل انتها وكتب نعم فدك يا بنت رسول الله هذا فدك إليش، وأعطاها صك من فدك وطلعت الزهراء وهي طالعة عند الباب وإذا نعم بالفضة الغليظ عمر أقبل فرأى نعم كتابا بيد الزهراء قال يا بنت محمد ما هذا الذي بيدك؟ قالت له هذا صك من أبي بكر هذا فدك هذا نعم حقي، فأراد أن يأخذ ذلك عنوة بشدة منعته الزهراء شلت يداه وإذا به قد رفع يده وضرب الزهراء على وجهها. نعم لم يقصروا نعم في الزهراء القوم نعم لم يبالوا بفاطمة سلام الله عليها بالذات هؤلاء الذين كانوا يحملون حقدا على آل البيت على علي. علي نعم قتل أبطالهم علي قتل نعم فرسانهم. وليش أنا أقول لك الحقد؟ تأمل أنا أجيب لك حدثين وأدخل في المصيبة. الحدث الأول رواية نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مرة من المرات قال بني فاطمة قومي إلى أين يا أبتا؟ قال إلى خارج الدار. لبست الزهراء خمارها لباسها بالكامل ماكو شيء نعم ها يبين من الزهراء وأخرجها خارج الدار يعني برا الباب في الشارع وإذا برسول الله نادى أيها الناس 3 مرات مو وقت صلاة ولا شيء اجتمعوا يعني رسول الله يقبل ياخذ الزهراء برا وامام الناس والكل طالع بس اكو حدث. فقال ايها الناس هذه فاطمه بنت محمد من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي بضعه مني وروح التي بين جنبي. اتامل هذا الروايه لو كان الروايه فقط هذا الروايه خب الرسول يبلغها على المنبر يقولها على المنبر وعلى المنبر نعم أكو ناس يمكن يشتغلون برا شيء راحجون بس نعم نظر النبي مو هذا لا نظر النبي يقول لهم أيها القوم راحج يوم من الأيام وتوقفون على باب ابنة فاطمة وإذا وقفتون نعم عند الباب تذكروا وقوفي هنا نعم مع فاطمة وشنو قلت عن عظمة فاطمة. ولذلك كان أكد نعم على عظمة الزهراء بأبي وأمي. تأمل ليش أنا أقول لك عن حقد؟ لأن القوم بالذات الرجل لما دخل إلى الدار غرضه من علي. إذا كان أنت غرضك علي خب رفست الباب ها روح شوف علي وينه وخذ علي ابن أبي طالب وتنتهي المشكلة. مثل ناس الحين نعم شوف الآن نعم شغب وغيرهم يدخلون داخل الدار نبغى فلان طيب اخذوا فلان واطلعوا لا شنو يسوي يكسر الكراسي وكسر الأبواب وينهب الفلوس ها هكذا يسوي. ليش؟ لأن تحس أكو حقد موجود ضغينة موجودة. ترى القوم كانوا يحملون حقدا نعم مو فقط على علي على آل البيت ها. ولذلك لما دخل ورفس الباب وأحس بوجود الزهراء بين الجدار والباب ماذا فعل؟ اسمح لي شيعي موالي هذه جدتكم الزهراء وأكو سادة عندنا
وإذا بالرجل لما أحس بالزهراء بين الجدار والباب عصرها عصرة اتكى على الباب كسر جنبها أسقط جنينها عندما نعم ضربت بغمد السيف صرخت وأبتا يا رسول الله أبتا يا رسول الله فلم يجاوبها أحد وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخمار تندهش جرمتنا شعلت بابنا بنار ما يناسب احجي ويا الغرب دنهض يا كرار عجل ترى يهجمون ما بيهم مروى ما جاوب الكرار بس تجري دموع ما جاوب الكرار بس تجري دموعه والله فتحوا الباب ومن ورا الباب الوديعة والرجل بالباب اتجوا وشلت جموعه حسوا عصرها وغدت من خلف التلوى ولذلك كل الناس ترى عرفوا هذا الهجوم ها آياه وفاطمة وسيدتا مو بس الناس نعم اللي كانوا لا الجميع عرفها قال سليمان قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذى فقال إيه وعزة الجبار وما على الزهراء يا ابن خما لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا صاحت يا فضة يا فضة إليك سنديني فقد وربي أسقط جنيني فأسقطت بنت النبي وحزنا وياها جنينها ذاك المسامى محسنا نعم سقطت على الأعتاب ولذلك نعم هذا الباب الباب وما أدراك ما الباب هذا الباب أصبح نعمها منظر العلماء والشعراء ولذلك أحد العلماء الشعراء يوقف على الباب وخاطب الباب شنو يقول لها يقول لها يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدايات سدلت عليك حجابا يا
نفسي فداك أما علمت بفاطمة وقفت وراك تناشد الأغراب أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنو تزجر يا المرتاب عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا لكن يجي شاعر آخر يوقف على الباب يخاطبها لأن قلت لك هذا الباب إلى وقع له حدثها شنو يقول له يقول له يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل ولا بقى لفكر يا الباب يا الباب أنشدك وين محسن سقر يا الباب يوم العصر والبضع الزكية يا والله يوم العصر والبضع يا الزكية. ولذلك لما كانت تخاطب نعمها سلمان نعم تخاطبه عما جرى عند الباب يعني لسان حالها نعم يا سلمان كسروا نعم أضلاعي الصبار أسقطوا جنيني الصبار أنبتوا المسمار في صدري الصبار نعم ولكن ما بعد علي الصبر يا سلمان عند الباب ها تقل ظليت أدافعهم وظنت يرحموني وما لو علي بالصوت وظلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب ورممتوني أنا قصدي أبث شكواي للواحد الديا قالها يا زهراء قلت الكرار روحي أو ردوا على أبوك النبي بالدار نو قالت عقب حدار تراني تروح رو خلني أزلزلهم ترى ما بيهم إحسان خلني يا سلمان اشتكي ذا يا بفا يطلع على الكرار لو زلزل الوال والله يا سلمان الرجس روع ولا هذا جزى المختار من عدوم يا سلمى بعد مشهدين نعم قصار وأسألك الدعاء المشهد الأول قلت لك هذا الباب نعم إليه وقع إليه حدث ها أحد الشباب قصة حدثت أحد الشباب توفت زوجته هو نعم يخبرني يقول عندي ولد عمره تقريبا 7 سنين فقال نعم ها يقول نعم عقب ما توفت نعم المرأة 4 أشهر 5 أشهر يوم من الأيام بس شوف قصة واقعية لكن إليها تأثير على قلبك ها نعم يقول جاني قال لي نعم أبويا ليش ما نبيع هذا البيت قلت له ليش هذا البيت جديد البيت نعم هاتونا بانينا ما صار إليه 1.5 سنة قال لي بلي لكن تدري هذا البيت يذكرنا بأمنا
احنا كل ما دخلنا الى الدار ودخلنا الى المطبخ وجينا نعم الى الغرفة دائما نتذكر أمنا، لكن احنا اذا بعنا هذا البيت واخذنا بيت اخر شوي نعم آلامنا تخفها، تعتقد نعم زينب ما طلبت ابوها مثل هالطلب هذا. كأن يوم من الأيام علي نعم بعد أيام من استشهاد الزهراء نعم وتدخل نعم يدخل علي وإذا بزينب دموعها على خدها، نعم إجي يمسح دموعها، قالت أبا أنا عندي طلب، نعم يعز على علي أن زينب تطلب وما يجاوبها، عندي طلب نبي يا أمير المؤمنين، اطلبي بني زينب، ما هو طلبك؟ قالت أبوي طلبي أن تقوم معاي شوي قليلها. نعم قام أمير المؤمنين مسكت يده، بنت صغيرة عمرها 5-6 سنين ها، ووقفت وين؟ عند الباب ها، تأملها، وقفت عند الباب، هني الطلب أبا يا علي، شنو طلبتها؟ تقل له يا بويا والدمع منها تسيله، يا بويا هذا الباب شيله. طلب صعب اي والله، لأن هذا الباب يذكرنا نعم بهجوم القوم، يذكرنا بكسر ضلع أمي الزهراء، يذكرني نعم بسقوط الجنين نعم هنا عند الباب. تقل لي والدمع منها تسيل وياها، يا بويا هذا الباب شيله، والله شيله شيله مسمار خلّم من حيله، يا والله وخلّم مكسورة الضلعين، يا والله خلّم مكسورة، يا تضيل عين لطمية بسيطة نعم ها في محلها هذه الليلة ها. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء صوتك يا زهراء، اي شباب لا تبخلها، تمعن في الأبيات. أجنين خر أم ذكر مبين، قد نعاه العرش والروح الأمين، أهو صبط ثالث أم مصحف مزقوا آياته وانحرفوا، أيها الأعراب أين الشرف، أي جرم كان من هذا الجنين، أوليست أمه خير النساء، أوليست أمه خير النساء، حبها من حب خير الأنبياء، فلماذا يا ترى هذا العداء، أهو بغض لأمير المؤمنين وياي، أهو بغض لأمير المؤمنين، يا زهراء يا زهراء صوتك يا زهراء يا علي، عن حديث المصطفى أين العقول، أو ما قال وما زال يقول،
إن حب المصطفى حب البتول، فهي منه وهو منها كالحسين. إن قلبا ليس فيه فاطم، كسماء ليس فيها أنجم، فهي عقل وفؤاد ودم لذوي الإحساس والعقل الفطين، لذوي الإحساس والعقل الفطين. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا علي، أصحيح لطم الخد الطهور، أصحيح لطم الخد الطهور، وهوى الصوت على الرأس الستور، فغدا الرأس من الضرب يدور، وهوت حين هوى من الجنين. اسمعها، كيف تحظى عين طه بالهجوع، وهو أدرى الناس بالخطب المروع. هل سيبكي الأصل ما أبكى الفروع، أوهل أطبق جفنا فوق عين، أوهل أطبق جفنا فوق عين. يا زهراء يا زهراء يا زهراء. أبيات الدعاء، أي صدر كسروا منه الضلوع، أي عين حبسوا فيها الدموع، أي شمس حجبوا عنها الطلوع، وعن العالم أخفوا أي دين. زينب إذ حذفت في بابها، هل غدت تسأله مما بها؟ من يصلي الليل في محرابها؟ أين تسبيحة أم الحسنين؟ أين من في جيشه يمشي المسيح ليصيب الثأر حتى نستريح؟ فلقد ضاق بنا الرحب الفسيح، فمتى ندرك ثارات الحسين وياي؟ فمتى ندرك ثارات الحسين؟ يا زهراء يا زهراء يا زهراء من ولي من ولي عليهم هاي سنة، والله والزهرة من الحزن ما بسام سنة، وياها والله قضت ما وصل العشرين سنة، دفنها بليل حماي الحمية، والله دفنها بليل حماي الحمية. بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. قبل أن نقرأ الدعاء، جزاكم الله خير، جمع للمقبرة، مقبرة المنطقة، جزاكم الله خير الجزاء، أعينوهم أعانكم الله.